إذا نحن الآن نتواجد هنا في المركز الانتخابي، مركز مدرسة الشهيد محمود مصطفى هنا في حي الميدان، هذا الحي الدمشقي القديم الذي ليس مستغربا على أبنائه أن يؤدوا واجبهم وحقهم الدستوري الذي فرضه الدستور العربي السوري. الآن سننتقل لمتابعة مجريات هذه العملية الانتخابية بعد صدور قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بتمديد مدة الانتخابات لساعتين حتى الساعة 9 مساء. هذه هي سير العملية الانتخابية هنا في هذا المركز، والآن سننتقل إلى مديرة مركز الشهيد محمود مصطفى الانتخابي هنا في حي الميدان. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. أهلا وسهلا فيكم في مركز الشهيد محمود مصطفى. أهلا وسهلا. اليوم في بداية صباح الباكر وقبل بدء العملية الانتخابية، ما هي الإجراءات التي قمتم بها لتنظيم هذه العملية؟ توجهنا إلى المركز في تمام الساعة 6:30، قمنا بتفريغ الصندوق من أوراق الانتخابات والغرفة السرية والأوراق، يعني المعدات اللوجستية. كيف كان إقبال الناخبين لهذا المركز خلال فترة الظهيرة وخلال الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية؟ هلا في الصباح الباكر كان العدد جيد، ولكن بعد فترة العصر يعني عند انخفاض الحرارة بدأت الأعداد بالتزايد، والإقبال بشكل عام جيد جدا. إذا كما قالت لنا مديرة مركز الشهيد محمود مصطفى هنا في حي الميدان، كانت جميع الأمور على جهوزية تامة والجميع يعمل على قدم وساق لتجهيز هذه المراكز الانتخابية ولتظهر بأبهى صورة تعبر بها عن أجواء الانتخابات وهذه المناسبة الوطنية التي تخص الشعب العربي السوري في المقام الأول. والآن بالطبع ننتقل إلى أحد الإخوة الناخبين هنا في مركز الشهيد محمود مصطفى لنسأله عن رأيه في هذه العملية الانتخابية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا. أنت اليوم هنا لانتخاب مرشح معين، ماذا تأمل من هذا المرشح أو ما هي مطالبك منه ومن أعضاء مجلس الشعب ككل؟ طبعا كان الاستقبال بمدرسة الشهيد محمود مصطفى من رئيس المركز كان كتير، يعني ما تغلبنا بهذا الشيء أنه فتنا دغري للانتخاب. أنا بتأمل من مرشحي أنه يوصل صوتنا للجهات المختصة بالكهرباء، بالماء، بالتدريس. يعني نحن طلاب جامعة، بتمنى أنه يكون يسهلنا العملية الدراسية، ما نتغلب بالمواصلات. يعني بتأمل من، أنا عم انتخب متأمل منه من هذا الشيء يوصل صوتنا للجهات المختصة. إذن كما شاهدنا في مركز الشهيد محمود مصطفى هنا في حي الميدان أن مطلب الشعب العربي السوري وفي كل المراكز هو العمل على تحسين مستوى المعيشة. ونعود ونذكر الإخوة المواطنين بأنه تم تمديد موعد الانتخابات حتى الساعة 9 مساء بحسب قرار اللجنة القضائية العليا، ولنطلعكم على كل مزيد في حال استجد أي شيء آخر. كنت معكم مجد خيزران، قناة سماء الفضائية.